أن بايدن مع تسلمه الحكم بالأمس أقر أن هناك أخطاء يجب معالجتها، وقد أصدر 17 قرارا منها إعادة دخول بعض الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأظن أن هذا القرار سوف يعيد الولايات المتحدة الأمريكية إلى سكة المجتمع الدولي. يعني كنا جادين في البحث عن حل في القضية السورية، لابد من انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية والاعتراف بوحدة سوريا وسيادتها، وبالتالي نصل إلى حل هذه القضية. كان اللي بدنا اياه من بايدن ومن الامريكان انه هن يوقفوا سرقه النفط، يوقفوا يرفعوا العقوبات، ينسحبوا من التنف، يتوقف دعم المنظمات الارهابيه داعش والمنظمات الثانيه، يتوقفوا عن التدخل بكل ما يتعلق بسوريا، لانه هذا الشيء بيعناته انه هو بمجرد ما حلوا عنا تحسن وضعنا المعيشي 100% وقتها. بالنهاية هو عدو، يعني أمريكا هي عدوة لهي الدولة اللي هي الدولة السورية، اللي هي عم تحتضن المقاومة، عم تحتضن فلسطين، وعم تحتضن أي إنسان داعم للشيء الإيجابي لهي البلد. والشعب السوري شو همه؟ همه الوحيد أنه يرفع هذا القانون القيصر، ترفع هاي العقوبات عن هاي البلد، بترجع الحياة مثل ما كانت، بترجع الأسعار، ترجع الحياة الطبيعية مثل ما كانت، سواء على دور بايدن ولا على دولته.